سيد الرئيس بدايه اود ان اهنئكم على توليكم رئاسه مجلس الامن لهذا الشهر. كما اود ان اشكر سلفكم سعاده سفير غانا على جهوده التي بذلها خلال رئاسته للمجلس الشهر الماضي. سيد الرئيس، نجتمع اليوم كما في الجلسات السابقة بدون وجود أي تطورات تتطلب أن يجتمع المجلس لمناقشتها لكن بعض الدول الغربية ما زالت تصر على الاستهتار بموارد ووقت المجلس على حساب قضايا هامة أخرى تستحق المناقشة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وعلاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ان وفد الجمهوريه العربيه السوريه يرفض الاتهامات الباطله التي توجهها بعض الدول الغربيه ضد بلادي والتي تستند الى تقارير غير مهنيه وغير موضوعيه جاءت نتيجه للضغوط السياسيه التي تمارسها تلك الدول على الامانه الفنيه لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه وفرقها المختلفه كما يجدد وفدي مطالبته بتصحيح مسار عمل منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه وابعادها عن التسييس الذي طغى على عملها الفني والالتزام بمبادئ العمل المهنيه والحياديه السيد الرئيس تجدد الجمهوريه العربيه السوريه ادانتها القاطعه لاستخدام الاسلحه الكيميائيه من قبل اي كان وفي اي زمان ومكان وتحت اي ظروف وتؤكد بلادي على انها انضمت طواعيه لاتفاقيه حظر الاسلحه الكيميائيه واوفت بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيه حيث دمرت كامل مخزوناتها من الاسلحه الكيميائيه ومرافق انتاجها في وقت قياسي. كما تستمر ومنذ انضمامها وحتى يومنا هذا في تعاونها مع منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه واماناتها الفنيه. في هذا الصدد أود أن أشير إلى بعض الجوانب المتصلة بالتعاون بين سوريا والمنظمة. أولاً قدمت الجمهورية العربية السورية إلى المدير العام للمنظمة تقريرها رقم 108 تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 والمتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير. ثانياً وافقت الجمهورية العربية السورية على تمديد الاتفاق الثلاثي بين سوريا ومنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه ومكتب الامم المتحده لخدمات المشاريع لمده سته اشهر اي لغايه 30 حزيران 2023. ثالثا قام فريق بعثه تقصي الحقائق اف بزياره سوريا في الفتره ما بين 6 الى 12 تشرين الثاني الماضي. وتم تقديم كافه التسهيلات له لانجاح مهمته ومما يؤسف له ان هذا التعاون البناء لم يجد مكانا له في تقرير الامانه الفنيه. هنا انوه مجددا الى اننا ما زلنا بانتظار قيام بعثه تقصي الحقائق باصدار تقاريرها بشان الحوادث التي ابلغت عنها الجمهوريه العربيه السوريه منذ العام 2017 والتي تاخرت كثيرا تحت ذرائع غير مقنعه. رابعا تجدد الجمهوريه العربيه السوريه حرصها على عقد اللقاء رفيع المستوى بين وزير الخارجيه والمغتربين رئيس اللجنه الوطنيه ومدير عام المنظمه في اقرب فرصه ممكنه وفق جدول اعمال يتفق عليه الجانبان وبما يسهم في حل بعض المسائل العالقه. في هذا المجال اشير الى ان اللجنه الوطنيه السوريه كانت قد ردت على مشروع جدول الاعمال المقترح من قبل الامانه الفنيه حيث قدمت بعض المقترحات الموضوعيه التي تضمن نجاح هذا اللقاء وكنا نتطلع الى مناقشه كل هذه المسائل خلال الاجتماع الذي من المفترض عقده بين الجانبين خامسا وفدي يعبر عن أسفه لرفض الأمان الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تغطية نفقات مشاركة الجانب السوري في الاجتماع الذي كانت قد اقترحت عقده في بيروت لمناقشة عدد من المسائل مما حال دون عقده وذلك على الرغم من تغطية الأمان الفنية لنفقات مثل هذه الاجتماعات منذ بدء التعاون بين سوريا والمنظمة وتوفر التمويل الكافي لديها آخذين بعين الاعتبار أيضا الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها سوريا والناجمة عن التدابير القسرية أحادية الجانب. تلك التدابير غير الشرعية والمفروضة عليها من بعض الدول المعروفة. مع العلم أن الأمانة الفنية لم تستجب سابقا لدعوات اللجنة الوطنية السورية للاجتماع في دمشق. السيد الرئيس تعيد الجمهورية العربية السورية تأكيد موقفها بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT باعتبار أن الاتفاقية لا تتضمن أي نص يتيح للأمان الفنية للمنظمة القيام بإجراء تحقيقات حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية كما تعتبر أن منح هذا الفريق تلك الولاية غير الشرعية قد تم بتجاوز فاضح لأحكام الاتفاقية عبر قيام بعض الدول بممارسه الضغط والابتزاز على الدول الاعضاء خدمه لاجنداتها المعاديه لسوريا وبناء عليه يجدد وفد بلادي رفضه القاطع للاعتراف بهذا الفريق وباساليب عمله الخاطئه وغير المهنيه والتي ستؤدي بطبيعه الحال الى استنتاجات باطله السيد الرئيس لقد جدد مجلس الامن مؤخرا التزامه بالقرار 1540 لعام 2004 الرامي للحيلوله دون حيازه الشماعات من غير الدول لاسلحه دمار شامل ومعدات انتاجها ووسائل ايصالها بما في ذلك الاسلحه الكيميائيه وهو التزام تدعمه بلادي وبقوه حيث دابت على موافاه لجنه القرار 1540 والامانه العامه للامم المتحده بمعلومات حول حيازه واستخدام التنظيمات الارهابيه لمواد كيميائيه سامه او فبركه حوادث كيميائيه في سوريا والتي للاسف لا يتم التعامل معها بالشكل المطلوب لهذا تتطلع بلادي الى تطبيق جميع جوانب هذا القرار بشكل اكثر فاعليه ووفقا للولايه المحدده له وبالتعاون الكامل مع الدول الاعضاء ختاما السيد الرئيس يدعو وفدي مجلس الامن الى اعاده النظر في مقاربته لمناقشه هذا الموضوع من خلال التعامل مع التطورات المتصله به بشكل موضوعي والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن اي تسييس وممارسه الضغوط على الامانه الفنيه للمنظمه. اسمح لي السيد الرئيس قبل أن أختم بياني أن أشير إلى ما قاله الزميل ممثل أيرلندا حيث قال بأن سوريا تريد أن تفرض رأيها على تشكيل الفريق أقول للزميل ممثل أيرلندا أن هذا التوصيف غير دقيق بل هو توصيف خاطئ سوريا لا تريد أن تفرض رأيها على تشكيل الفريق لكن يحق لسوريا أن تقبل أو ترفض من تتعامل معه خاصة إذا كان لديها ما يؤكد وقوع أحد الخبراء في الانحياز وانعدام للموضوعية شكراً سيد الرئيس رئيس I thank, uh, the